طبعا فخورين اليوم تواجدنا في هذه الورشه كشريك استراتيجي لحكومه الشرطه وكشريك وداعم لمفهوم الابتكار في هذه الاماره، بالشراكه طبعا مع لجنه شارقه للابتكار. نقدم هذه الورشه، ورشه التفكير التصميمي، بحضور اكثر عن 25 ممثل من الجهات الحكوميه في هذه الاماره. نحن بشركه سحاب نطبق هذه الاساليب وهذه الورش حتى في عملياتنا الداخليه لاستحداث الافكار والطرق الجديده اللي تخدم عملائنا. كانت يا اما اجراءات رفع من كفاءه الاجراءات او تطوير من تفاعل او خدمه العملاء او حتى زياده في مصادر الدخل للجهات الحكوميه اللي نتعامل معها. مفهوم الابتكار مفهوم نسعى ان نرسخه في جميع الجهات والدوائر الحكوميه اللي نتعامل معها. شكرا.